هنا الحاجات دي انا عملتها عشان نوزعها زي ما قلنا على العمال الغلابه اللي في الشارع، على العمال اللي بيعملوا مثلا اللي هم بينظفوا الشوارع مثلا اخواتنا، على الناس اللي في المستشفيات اللي بيكونوا قاعدين، المستشفيات العامه مش المستشفيات الخاصه طبعا، اللي بيكونوا قاعدين مستنيين المرضى بتاعتهم وقاعدين بالليل في الشارع، ممكن ندخل على قلوبهم السرور كده ونفرحهم. الفيديو اللي فات عجبكم، وعشان كده انا قررت كل فتره بسيطه على قد ما اقدر هعمل لكم فيديو بسيط منه للمشاريع ومنه للاطعام، وربنا يتقبل منا جميعا ودمتم بخير. مساء الخير حبايبي. وصفتنا النهارده مع ان شكلها يقول انها صعبه ومعقده الا ان هي سهله جدا جدا، هنعملها مع